تكلمنا قبل الفاصل عن الحلول التجميلية لمشكلة ترهلات الوجه بعد نزول الوزن، لكن خلونا نكمل ونشوف الجانب الرياضي والصحي اللي له دور كبير في حل مشكلة ترهلات الجسم. ينضم لنا في الاستوديو أستاذ كوتش عبد المحسن المرغلاني، مدرب رياضي. أهلا وسهلا فيك كوتش. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور، كيف حالكم؟ في أحسن حال، كيفك؟ طبعا احنا مرة متحمسين. الله يسلمك. وحتى وإحنا طالعين لايف قاعدين نتكلم من وراء الكاميرات وكل شيء علشان موضوع الترهلات. صحيح. لو نبي نتكلم عن الأسباب الغير معروفة لترهلات الجسم، إيش ممكن تكون؟ طيب، بشكل عام الترهلات أو أسباب الترهلات راح نذكرها على أساس الناس لا تقع فيها بشكل عام. أسباب الترهلات، من أهم أسباب الترهلات فقدان الوزن، فقدان وزن كبير جدا في فترة قصيرة. على سبيل المثال، الناس اللي تسوي قص معدة، الناس اللي تسوي تكميم وخلافه، تلاقي بعد هذه الفترة تلاقي عندهم ترهلات جدا عالية بسبب إنه فقدوا الوزن عالي، تمام، في مدة قصيرة. جزء من هذا الوزن عضلات، فبالتالي في ترهلات. الشيء الآخر أيضا بدون تكميم وبدون هذا، الناس اللي تمشي على حمية جدا قاسية، الناس اللي تمشي على أشياء للتجويع وخلافه ويتمرنوا تمارين لكن فقط تمارين هوائية، يجهد نفسه فبالتالي تلاقي عندهم ترهلات. أيضا السبب الآخر والثالث اللي شخص يكون عنده سمنة جدا عالية، تمام، ويبدأ يمارس نشاط بدني وينزل من وزنه أيضا بشكل كبير جدا، هذه قد يسبب له ترهلات، لكن ما نقدر نجزم لأنه يحددها الجينات، حددها مرونة الجلد حسب جيناتك، فمن شخص إلى آخر تختلف. طيب كوتش، يعني الحين لما قاعدين نتكلم على نزول الوزن، على سبيل المثال اتفقنا أنه النزول الصحي البطيء. يا سلام. نزول الوزن هل ممكن يسبب ترهلات في الوجه أو لا؟ لأنه في الوجه ما في عضلات أمرنها. طيب شوف، هو بشكل عام هذا الشيء يختص فيه مختصين الأطباء التجميليين وخلافه، فللأمانة أنا على أساس أمانة التخصص ما أقدر أتكلم فيها في مسألة الوجه، ولكن غير كذا أنا ممكن أتكلم فيها. لا عفوا، دحين أنا بنزل نزول، حطيت جدول سنة، حلو، وفي نفس الوقت أنا قاعد أنزل فيه بتمرن، تمام، جسمي بيشد، يا سلام، ما في ترهلات، يا سلام، الوجه حيترهل؟ لا، يعني اكيد، يعني اكيد ما حيكون في ترهلات في الوجه، لانه انا ماشي على النمط. أيوة. حياه ممتاز، ماشي على خطه واضحه. يعني في مساله قاعدة افقد دهون بشكل سريع، يا سلام. أيوة. فنقول مثلا لو شخص يبغى يتفادى هذه الترهلات وهو في رحله نزول الوزن، ايش لازم يتبع يا عبد المحسن؟ بكل بساطه، النقطه الاولى لازم يمارس تمارين المقاومه ويستمر عليها، جميل. طبعا. رقم واحد. رقم اثنين، لابد انه يكون في نظام غذائي يكون عالي بالبروتين، مصادر الغذاء، تمام، والعناصر الاخرى اللي هي الكربوهيدرات والدهون المفيده والدهون الصحيه، جميل، وايضا يلتزم بكميات اكل معتدله على اساس تزيد عنده الكتله العضليه بالتدريج. طبعا نتكلم شباب وبنات، لا تخافوا يا بنات ابدا لما نقول مثلا تزيد عندك الكتله العضليه ما راح يصير شكلك مثل الرجال، وما راح تضخم عضلاتك وتصير كبير. وبرضه الكلام برضه للشباب، يعتقد يقول لك لا انا ما ابغى ارفع حديد، هو يعتقد انه اذا راح اسبوع صلت الحديد ورفع أوزان خلاص هو حيتحول إلى مصارع أو يتحول. لا، بناء العضلات ليست بهذه السهولة، تمام، فاتبع هذه الخطوات مع الاستمرارية بإذن الله ما راح تشوف في أي ترهلات. طبعا لما نحن نقول بناء العضلات للبنات، معناته أنه لازم يكون عندها هرمون الذكورة مرتفع عشان تطلع العضلات مثل عضلات الرجل، صح ولا لا؟ مو بهذيك الصورة اللي انت متخيلتها والناس متخيلينها، ولكن مع تمارين المقاومة، مع الاستمرارية في هذا في تمارين المقاومة وفي الانتباه على الطعام، وبرضه في نقطة مهمة برضه ما نهملها اللي هي التمارين الهوائية، ما نهمل الكارديو وما تسمى بالكارديو، التمارين الهوائية على اساس صحة القلب بشكل عام، فما راح يصير تغير هذاك اللي في بال البنات اللي هو الشكل الذكوري أو الشكل اللي يخفي أنوثتها، لا بالعكس، حتصير أجمل وحتصير أقوى وحتحسن نفسيتها للأفضل، صح، وتلبس اللي تبغاه. الله، هذا أهم شيء. هذا أهم شيء. أنت قبل شوي وحنا نتناقش أنا وأنت تكلمنا على الترهلات في الجسم، أنه بعضها توصل لمرحلة لا الرياضة أبدا ما لها دخل، صحيح، لازم تقوم بإجراء تجميلي جراحي اللي هو قص مثلا، بالضبط. خلينا نقول بالضبط، البعض عندهم الترهلات البسيطة، وانت قلت كلام عجبني، قلت انه اقدر بدل الدهون اللي راحت هنا بهذه المنطقة ابني عضل، صحيح، لما ابغى ابدا في هذا الاجراء وش اسوي بالضبط؟
زيادة الكتلة العضلية تعتمد بالأساس على تمارين المقاومة. جميل، لابد أنه أحط حمل على عضلاتي هذه، وبالتالي راح تتفعل تقوى وأزيد الكتلة العضلية مع النوم الكافي، عدد ساعات كافية ما بين 7-8 ساعات، الاستمرارية على هذه التمارين، وتكون تغذيتي سليمة وكافية. ما أقول لك لازم تأكل أكل صحي، لا، شيل من بالك كلمة أكل صحي وأكل غير صحي، خلي أكلك متوازن معتدل ونوعيته كويسة، لأنه في ناس كثير تعتقد أنه فقط الموضوع سعرات، لا، الموضوع نوعية، أنه لابد يكون الأكل غني بالفيتامينات والمعادن، لأنه بعض الفيتامينات والمعادن مهمتها توصيل مثلا الأحماض الأمينية إلى الخلايا العضلية. بنشوف في كثير فيديوهات منتشرة على السوشيال ميديا لبعض التمارين اللي يستعملوها الوجه، تقول لك انه هذه تغنيك عن البوتوكس والفيلر وتمنع ترهل الوجه، هي ما ادري هي يوغا هي ما اعرف، بس انه بطريقه معينه يعملوا مساج لعضلات الوجه. شوفي، الموضوع هذا ما نقدر نجزم فيه نقول هو ما هو مفيد او نقول هو مفيد. ليش؟ لانه الموضوع هذا اللي ممكن يجاوبنا فيه أخصائي أو أخصائية أو طبيب تجميلي، ولكن هذه الفيديوهات ليش تنتشر على الناس مرة كثير؟ الفيديوهات هذه تنتشر لأنه فعليا الناس يعني يعتقد أنه عنده مشكلة، ولكن يعني الناس تبحث عن الكمال والكمال لله، يعني وشها أو وشه ما شاء الله تبارك الله كويسين، لكن يقول لك لا في حاجة هنا بسيطة، في حاجة هنا ماني عارف إيه، وفي ترهل هنا بسيط. لا، هو أساس كده هو إيه بيجرب هذا الشيء، ولكن أنتوا اهتموا في صحتكم، انظروا للموضوع بصورة أكبر، وهذه الفيديوهات تجيب مشاهدات وتجيب لايكات، فبالتالي تلاقيها منتشرة. صح عبد المحسن، أنا عندي مشكلة في اختيار المات حق الرياضة، لأنه أنا لما نتمرن مثلا أنا مضطر أني أنا أحط وجهي على المات، فأحس ما أدري هل هو وسواس، ما أدري، فأحس أنه تطلع بكتيريا في وجهي ويطلع لي حبوب. فهل في مواصفات معينة أختار فيها المات بحيث أنه ما يكون مثلا فيها بكتيريا؟ طبعا هي تقصد هنا المات اللي هي السجادة أو الفرشة اللي الناس تتمرن عليها. أنا دائما أنصح مع احترامي لجميع الأندية هم ينظفوها، ولكن الأفضل أنك تأخذ المات الخاص فيك أو السجادة الخاصة فيك تتمرن فيها، أكيد لم تكون سميكة على حسب رياضتك اللي بتسويها، لكن غالبا تكون سميكة أساس إيش، ما تألم في المفاصل أو ما تألم في الركبة على سبيل المثال. وأيضا بعد ما أخلص تمرين وأرجعها البيت لابد أني أغسلها مرة، شيء مهم. فلذلك أنا للأمانة ما أنصح نستخدم المات اللي موجودة في النادي، ولكن إذا اضطريت ممكن أستخدم بعض المعقمات قبل ما أستخدمها، بخ عليها وأمسحها بعد كذا أستخدمها. ولكن شكرا لك ذكرت هذه النقطة، ليس فقط على المات وإنما على الأجهزة كاملة. أرجوكم يا جماعة الخير استخدموا المناشف، مو معقولة شخص معرق كذا وهذا يقعد على الجهاز بعد كذا يقوم يجي أنا حاجي أنا أتمرن بعدك، لا، الله يرضى عليك، استخدم منشفة لو سمحت. صحيح. طيب لو سمحت ورينا إيش اخترت اليوم تمارين. طيب حوريكم بعض التمارين، تمارين مقاومة اللي ممكن الشخص يسويها في البيت. على سبيل المثال إذا قلنا مثلا للجزء السفلي ممكن يسوي تمرين القرفصاء أو تمرين السكوات، مو شرط تنزل نزول كامل، القدمين موازية للأكتاف أو أبعد شوية على أريحيتك، هتنزل تصعد للأعلى، تأخذ نفس وانت نازل، طلع نفس وانت طالع. هنا انت بتحط حمل على عضلات الافخاذ بشكل عام، الافخاذ الخارجيه ولا الداخليه ولا كلها راح تشتغل. ابدا لا تفكر بهذه الطريقه. طيب. داخلي خارجي، الجسم ما هو روبوت، الجسم راح العضلات كلها راح تتفعل معك. تمام. جميل. وممكن ايضا استخدم اذا انا وزن الجسم علي خفيف ممكن اخذ وزن وانزل فيه بهذه الطريقه واصعد للاعلى. جميل. الناس اللي تتمرن على سبيل المثال في البيت. بعد كذا ممكن أنزل للأسفل على أساس اللي هي التمارين اللي تتفعل عن طريق حركة الدفع اللي هي على سبيل المثال الصدر، الترايسبس أو اللي يسموها الزنوت. فطبعا البوش أب الاعتيادي غالبية الناس اللي يتمرنوا في البيت ما يقدروا يضبطوه، فبالتالي تستخدم الركب، جذعك للأمام بهذا الشكل، تمام، لوحين الكتف مش بهذا الشكل، للخلف كذا. فكر انه هذه المنطقه في دوران للخارج، حركه دوران للخارج. تمام. تنزل تاخذ نفس، طلع نفس وتطالع، تاخذ نفس
طالع نفس، تمام؟ بهذه الطريقه راح تفعل معك عضلات الزنود والصدر، جميل. ممكن بعض التمارين ايضا لعضلات الاكتاف ممكن نسويها واحنا في البيت، الرفرفه الجانبيه والاماميه بهذا الشكل، تمام كذا. هنا احنا بنفعل عضلات الاكتاف على سبيل المثال، ممكن ايضا عضلات البايسبس بهذا الشكل. كوتش، تفرق العدات ولا ما تفرق؟ العدات تعتمد على الوزن اللي احنا بنستخدمه، يعني الوزن هذا جدا خفيف بالنسبه لي، لكن ممكن لشخص اخر يكون لا. في الجلسه الواحده اللي انت بتسوي فيها التمرين، تمام، يعني انا بسوي التمرين الان، حلو، وصلت للعده العاشره، اوكي، وضعي طبيعي، مو حاسس بشيء، كأني ما سويت شيء، كأني جالس على الصوفة، كأني جالس ما سويت شيء. لا، هنا نقول لك إيش، هذه إحماء وليست جلسة أساسية، أوكي. تمام. فبالتالي زيد الوزن، تمام، زيد الوزن وتمرن، مو لازم توصل لمرحلة فشل عضلي جدا، لكن السابعة الثامنة التاسعة خلاص. أي. يبان علي أنه أنا فعلياً أتمرنت وأنا بحس، يعني سويت مجهود، سويت مجهود وبحس بعضلاتي بشكل عام. فبالتالي لابد أنه في كل جلسة أنا بأسويها، تمام، ما يكون الوزن مرة عالي وبرضه ما يكون الوزن مرة خفيف، عشان أستفيد وما يضيع وقتي في النادي أو أثناء التمرين. جميل. أنا أبغى أفهم يعني كوتش عبد المحسن، تفضل، ليش دائماً الأكل الصحي والتمارين مقرونة بالنوم الجيد؟ إيش يصير وقت النوم؟ طيب، النوم العميق، النوم جدا أساسي ومهم. هنا عندنا الجسم يفرز الهرمونات، هنا عمل الهرمونات الأساسي. بالتالي إذا أنا أتمرن بشكل كويس، إذا أنا مستمر في تمريني، إذا أنا تغذيتي ممتازة وكل شيء ممتاز عندي، ولكن إذا أنا نومي جدا قليل، نومي سيء على سبيل المثال، جودة النوم ما هي كويسة، ألعب بالجوال مرة كثير بعدين تغفى عيني، هنا بالتالي حتكون جودة نومي سيئة. الإضاءة في الغرفة ما هي مظلمة جدا، فبالتالي برضو يأثر على النوم العميق. فهذه كل الأشياء تأثر على النتائج. هل ممكن يا عبد المحسن إذا أنا تمريني كويس وأكلي كويس بس نومي جدا سيء ما أشوف نتائج؟ أيوه طبعا، ممكن بشكل جدا كبير أنك ما تشوف نتائج. النوم جدا مهم وأساسي، ليس فقط عشان تخسر دهون وتبني عضلات، وإنما الأمور جدا كثيرة ممكن نبحث عنها ونسأل فيها أطباء. كوتش، الفترة هذه قاعدين نشوف كثير من البنات والشباب دائما معاهم الأكواب حقتهم وحاطين فيها بروتين، وش الثاني، كراتين، أشياء كثيرة. إيش الوضع هذا؟ طيب، أختصر لك إياه بشكل جدا بسيط. ترى المكملات كثير من الناس يروح عند الأطباء ويستخدموا الفيتامينات هذه والأشياء على حسب النقص. مثلا أنت الحين تروح عندك والله مشكلة معينة، عندك نقص في حاجة معينة، فالطبيب مثلا يقول لك والله خذي هذا الفيتامين. على أي أساس؟ على أساس النقص اللي موجود عندك، لأنه سوى لك تحليل. سي مثال بروتين بودرة، تمام، أنا إذا ما أقدر أغطي احتياجي من الأكل، جميل، أخذ البروتين بودرة. هذه وظيفته، هذه وظيفته بس، ما في بروتين يكبر منطقة، ما في بروتين يسرع من يعرف إيه، لا 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 لا، أبدا أبدا. طيب والكرياتين؟ الكرياتين له فائدتين، ترطيب الخلية العضلية من الداخل، تعطيك حجم، وأيضا مسألة زيادة القوة وقدرة التحمل. معناتها تعطيك عضل، ليس بالصورة اللي أنت بتخيلتها، ولكن أكثر إذا الشخص مثلا هدفه قوة راح أقول له خذ كرياتين. هي تندرج تحت المكملات اللي تساعد في الأداء الرياضي، برفورمانس، تمام، تعتمد على الأداء البدني. إيش رأيك بمعلوماتي مرة هذه؟ ممتاز، ما شاء الله، ما شاء الله. إيش اسمه كان الكرياتين؟ إيش اسمه؟ كرياتين. اوكي كويس. اي كرياتين. قالت حاجه ثانيه. اي طيب. طيب بما انه يعني اودي ذكرت من العناصر المهمه اللي بيستعملوها الرياضيين، كمان خليني اسال عن استشفاء العضله. حلو. اعرف انه في شوتات كمان لاستشفاء العضله، ولا تسرع من الاستشفاء؟ يا سلام، شفتي كلمه تسرع هذه؟ هذه هي الكلمه اللي يبيعوا لكم هي بعض احترام محلات المكملات، على اساس يقول لك يسرع لك الاستشفاء. إذا أنا ملتزم بكميات أكلي وباخذ كمية بروتين كافية من الأكل، جميل، ما أحتاج هذه الأشياء نهائياً. مثلاً أقول لك والله خذ أحماض أمينية. طب البروتين
في له احماض امينيه، الحين البروتين لما يدخل في الجسم في انزيمات هاضمه تفككوا لاخر صوره الى احماض امينيه. جميل. فيقول لا انت خذوا على شكل مكمل عشان يوصل اسرع، يقنعك بدي الطريقه عشان تشتري. هو ما له علاقه يعني، مو بدي الطريقه، وصل سريع، وصل بطيء، وصل بسرعه متوسطه، هو واصل واصل. والاساس انت ايش بتسوي خلال يوم كامل، صح، من ناحيه اكل، صح، ونوم، وتمرينك بشكل عام. طيب الحين زي ما قالت مثلا رؤى الاستشفاء، البعض لما يجي يتمرن تمارين رياضيه يشد على نفسه يوميا 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 يوميا. ايوه. انا من الناس اللي ما افضل كذا، افضل يوم اي يوم لا عشان اعطي فرصه للاستشفاء، بعدين يوم اي يوم لا. هل انا صح او غلط؟ 100% صحيح كلامك. الاستشفاء مقرون بشده تمرينك. تمام. يعني في ناس مثلا يتمرن 3 أيام بالاسبوع، في ناس تتمرن يومين بالاسبوع، في ناس تتمرن 4 أيام بالاسبوع، وفي ناس اللي تلاقيه كل يوم في النادي. والبنت هذيك اللي تلاقيها من كلاس لكلاس ما شاء الله قاعده تنطنط من كلاس لكلاس، ليش وراكي؟ والله ورايا زواج، ورايا من عارفه في فستان ابغى البسه. لا 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 ابدا، ما حتشوفي كذا نتيجه، بالعكس انت ممكن تؤدي الى مثلا لا سمح الله اصابه، او تؤدي الى مشاكل اخرى، وممكن تاخري عمليه الاستشفاء وتضر عمليه الاستشفاء. فبالتالي هدوا على نفسكم شويه، 3 أيام 4 أيام 5 أيام كافيه جدا. ممكن ايضا كمان مساله انه ساعه الى ساعه ونص تمرين من ناحيه تمرين مقاومه تمرين هوائيه كافيه جدا. لا انا بتمرن كثير عشان اسرع النتائج، ما في، انا اسف بس ما في. اكيد نشكر تواجدك اليوم معنا كوتش، وحقيقه يعني نوهت على بعض الامور اللي فعليا الناس كانت اخذه فكره مغلوطه عنها. شكرا جزيلا لك، نورتنا. يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه كوتش.